بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح دولة الإمارات في إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ. أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في برقيته عن أطيب تهانيه لسموه بهذا الإنجاز التاريخي الكبير والرائد لدولة الإمارات الشقيقة الذي يتزامن مع احتفال دولة الإمارات بالذكرى 50 لقيامها على يد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لتقدم بذلك للإنسانية جمعاء عطاء جديدا يخدم مسيرتها نحو التقدم والنماء، ومشيرا سموه إلى ما تمثله هذه الخطوة الحضارية الرائدة من مصدر فخر واعتزاز كبيرين للعالمين العربي والإسلامي، متمنيا سموه لدولة الإمارات وشعبها الشقيق دوام التقدم والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة عالميا.